والسلام على من لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش برا رسالة مختصر فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن عباد حفظه الله. يهن در شايسي از شرحين سطحين يعني يستفى ناو شاء الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بيان كران معلف الأحد الواحد الأحد الواحد يهو شنو معهم؟ وانا قرنو كجيز أما اسمحو تبارك الأحد رنود تمس بركة ويلسناو الله تعالى سناو الأحد يترجم الحين بتعلق شو دوان فقد ورد في موضع واحد من القرآن لما يسجد مدوارد إكس جاي قرآن أندر في سورة الإخلاص سورة الإخلاص أندر من إكس جاي قل هو الله أحد تلك أحد وهي السورة العظيمة يشو عظيم أك سورة مباركة أك بلند بول سورة مباركة أك التي ورد في السنة يتبارس أندر سنة أندر عامد شو عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فرمو أنها تعدل ثلث القرآن أنها تعدل ثلث القرآن يشو برابر كات قرآن كستريمس ستريمس شو قرآن كست برابر تكي مطلب شو يعني في الجزاء ثواب كاعتبار جزاء كاعتبار خط كلمة كين لكونها أخلصت لبيان بيان كنا كايز مانا امباتن معلقان لكونها كايز ام موجود يشوف أخلصت لبيان أسماء رب الحسنى يا خالص تاونو الله تعالى سن رب العالمين سن يعني ريتنا بيان كان الكتب يعني أفسر موارس نرقص موضوع شو خاص رب العالمين سن أسماء أوي يا تبي كتب خالص تاونو بيون تاونو وصفاته العظيمة العليا بيتبسن بلند بيد صفات بلند بيد صفات وكدر أو يكالس تام سوري مواركة أما موجب أطوار نكيا ثلث القرآن أما بكنا بعد وام اسمه الواحد بسرو تبسن بياه ناقص الواحد بس واحد شو ونان أطوار صندر فقد تكرر مجيئه في موضع في مواضع عديدة من القرآن وان امك يعني ين امك تكرر يعني كاشان كونتينيو في بار بار هسا قوا مجيعو يعني ين هسا الله بار بار واري هم موكل في القرآن الكريم تقريبا وروده بشكل غير ان دايت زتول الجامع القرآن الواحد زتول الجامع القرآن سنر شامت امك واري تذكر وهما اسمان جشي مقر دنوين دالاني تم زناو دلال كرنج على أحدية الله ووحدانيته كي الله تعالى شو منفرد وواحد تم سنس أخ آسنس كوني آسنس تنها آسنس برن شم دروين هاو كنوا الواحد القهار تيه كي مطلب أخ إذا كان نتيس من يتوي الواحد شو أكوي إذا كان نتيس من يتوي يعني أحدية شو أحد شو كوني زل بيون تم سفاقور شم بيكهن أي أنه سبحانه هو المنفرد بصفات المجد والجلال يعني مطلب شو سوچو الله سبحانه وتعالى منفرد كنيز واحد تنها يكتا بصفات المجد والجلال بزرگيت جلال وعظمت كو صفات وسط تم صفات اندر شو كنيز يعني العلم تاون اندر القدره تاون اندر يمتي صفات الله تعالى سنشي يا تكن على الالو يا باقي يمتي صفات تم صفات اندر شو الله سبحانه وتعالى كنيز رغم شو بده يقول انت شريك المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال اورس المتوحد تكوني كاتند بنعوت العظمة عظمة والي الصفات والستر والكبرياء بيك يعني بدري اندر والجمال خوبصورتي اندر عندما سمان سمان صفات اندر فهو واحد في ذاته لا شبيه له بس شو متفرد منفرد واحد كات اندر بينس ذات اسندر ذات اسندر شنو تمام شديد شنو قاعدة يعني يتكن الله سبحانه وتعالى يعني الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يملو دمان شنو صفة الله تعالى شنو انكار كان عقل هي البنياز كان تشبيه شو باقي باقي شيء شو تمن شو مانك كي الله تعالى صفات بار اندر اس کا تیوان چکرن سو گو چک حصہ تت تت کت اندر ذات کی بار اندر کران چ اللہ
مطلب کیا چھ اللہ تعالی سن ذات اس من چھن تم شریک کن نچھ دنیا اس من واری ذات روزا ال ذات اس من تم شریک کن چھ سلی مان ان صفات اس من تم شریک ای ونا جدوان کہ اللہ تعالی ش خاص یت ونا کہ اللہ تعالی ش واحد پنس ذات اس اندر ٹھیک وواحد فی صفاته لا مثیل له اور سو ش پنن صفات اندر جگہ کنی زون تمیشن شریک کہن یا تمیشن لا مثیل له تمیس ہو چھن اس مثال چھن کہن صفات اندر وواحد فی افعاله لا شریک له ولا ظہیر پنن پھیلن اندر یم اللہ تعالی فعل چھن توحید ربوبیت ٹھیک یہ کیسا اللہ تعالی کھاوان ماران زند کران رزق دیوان تمام صفات اندر چھ اللہ تعالی کنی زون تمیشن کہن تہ شریک یعنی پارٹنر چھن تمیس مددگار نہ شریک نہ مددگار زکات سمجھ اخ شریک تم برابر برابر حصہ یا کھانا کم کی حصہ بیاکھان نہ کہین مگر تور پلزان اللہ تعالیٰ کہین تہ اللہ تعالیٰ کنی زون تمہ کہین شریک نہ واحد فی الوہیتہ بس سہ پنس الوہیت اندر سہ الہ یعنی اللہ سہ الہ معبود سہ الہ کیا گو معلوم یعنی معبود سہ الوہیت اندر چھ کنی زون فلیس له ند فی المحبت والتعظیم والذل والخضوع بس تمس اللہ تعالیٰ چھ کہین تہ مقابلس اندر یعنی تمس اللہ تعالیٰ چھ کہین تہ برابری اندر ہمسر چھ تمس کہین تہ ہمسر چھ تمس کہین تہ ند چھ تمس کہین تہ کت اندر نہ محبت اندر و تعظیم تعظیمس اندر نہ ذل عاجزی تو یعنی خضوع خضوع اندر یعنی اس اللہ تعالیٰ برہ کن عاجزی ہاون اس تمہ برہ کن جکاو ہاون اس تم سن محبت کرن اس تم سن تعظیم کرن یہ گئی عبادت یم عبادتن اندر چھ اللہ تعالیٰ سن کہین تہ یعنی حقدار تھاون تمس عبادت کرن کیاز اللہ تعالیٰ ات حقس اندر تہ کنی زون اذكر بيان وقد كانت تكرر ورود اسم الله الواحد في القران الكريم في مقامات متعدده في سياق تقرير التوحيد وابطال الشرك والتمديد يعني وينك في القران صدر يا اسم الله الاحد الواحد يعني بنيدي مقصد شو الله تعالى شو انسان هميش كون ما الله تعالى شو امسك انت شريك ما مريم ذات صدر من صفات اندر چھ گۄڈٕ بُنیٲدی أمِس چیٖز مانُن بیٚیہِ چھُنہٕ أمِس کٕہٕنۍ مانُن تٔمِس پٔتۍ برونٛہہ اولا وغیرہ سٲلِم ییٚلہِ یہِ چیٖز مانہِ أمِس اَندَر کیٛاہ گژھِ تاثیٖر دَپان کہِ قۄرانَس اَندَر ہَسا گوٚو تکرار اَمیُک یعنی رِپیٖٹِشَن ہَسا گٔے قۄرانَس اَندَر اَمہِ لفظٕچ واحِدٕچ واریاہَن جایَن مُختلِف مُقاماتَن اَندَر مُختلِف موقعَن پٮ۪ٹھ فی سیاقِ تقریٖر توحیٖد کَتھ اَندَر کانٹیکٹ کیٛاہ اوس چَلان سیاق کیٛاہ اوس موضوٗع کیٛاہ چَلان کَتھ موضوٗعَس تحت چَلان کَتھ سیاقَس تحت چَلان تقریٖر توحیٖد توحیٖد برقرار تھاوُن توحیٖدُک موضوٗع یژھناونہٕ خٲطرٕ ٹھیٖک اس بات توحیٖد خٲطرٕ ابتال شرکہِ و تمدیٖد بیٚیہِ شرک تہٕ ند یعنی یہِ تہِ برابری تٔمِس اللہ تعالیٰ سۭتۍ کَرنَس بارَس اَندَر اَتھ چھُ آمُت رَد کَرنہٕ یَتَتھ تہِ یہِ صِفت آو نہ الواحد القہار تَتھ جایہِ چھُ عموٗمَن گۄڈٕ آمُت کیٛاہ یعنی تَتھ سُہ تَتھ جایہِ چھِ کَتھ چَلان شرکہٕ کِس رَدَس اَندَر بیٚیہِ چھِ تَتھ جایہِ چَلان کَتھ یعنی توحیٖد کِس اِثباتَس اَندَر توحیٖد کِس اِقرارَس اَندَر ییٚمہِ سۭتۍ سَمجھ یِوان چھِ کہِ یُس اِنسان اللہ تعالیٰ ہَس الواحد مانان چھُنہٕ کِہیٖنۍ یعنی یِم زَن شِرک ٲسۍ کَران تِمَن اوس یِوان وَننہٕ اللہ تعالیٰ چھِ الحد یا اللہ تعالیٰ چھِ الواحد گوٚو شِرک ترٛاونہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری اَکھ اِنسان یہِ سَمجھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد اسما تِمَن اَندَر چھُ الحد الحد یُس یہِ وَنہِ آ سُہ چھُ کُن کٲشِر پٲٹھۍ وَنو تٔمِس اللہ تعالیٰ کٲشِر دوٚپ اَکھ کَتھ اَندَر چھِ اَکھ سُہ کَتھ اَندَر چھُ اَکھ تِمَن چھا یِوان یہِ اللہ تعالیٰ اگر اَکھ چھُ وَنان قُلُ اللہ احد اَکھ چھُ اللہ تعالیٰ کُنی زوٚن چھُ اللہ تعالیٰ کَتھ اَندَر چھُ اللہ تعالیٰ کُنی زوٚن ٹھیٖک کیٛاہ یِتھی یِتھی یوت اَندَر چھےٚ کُنی زوٚن کِنہٕ یِمَن سارنٕے چیٖزَن اَندَر چھُ کُنی زوٚن گوٚو اَکھ اَمہِ پَتَن یِم یِم مطلب شِرک کَران چھِ تِہنٛدِس رَدَس اَندَر کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن تذکِر کہِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ یی نہٕ شریٖک ٹھہراونہٕ کیٛازِ سُہ چھُ الواحد شِرک یی تٔمِس سۭتۍ ٹھہراونہٕ ییٚمِس کانٛہہ شریٖک آسہِ ییٚمِس کانٛہہ نِد آسہِ وۄنۍ چھےٚ یِوان فار ایٚگزامپٕل نبی صلی اللہ علیہِ وسلم ہُنٛد صحابِس تہِ وۄنۍ کوٚرُس یعنی کُل ماشاء اللہ ثُمَّ ما شِیتہ وَن اللہ تعالیٰ یہِ ویٚژھِ تمہِ پَتہٕ یہِ ژٕ ویٚژھکھ تٔمِس أمِس شریٖک تٔمۍ وَنیٛا کُل ماشاء تٔمۍ وَنیٛا ماشاء اللہ وشیٖتہ واو عطف مگر نبی صلی اللہ علیہِ وسلم ووٚن نہ گوٚو اِنسانَس چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد تیٚلہِ کیٛاہ کَرُن یعنی یہِ چیٖز اَمہِ اعتبار اَمہِ پَتہٕ کَران بیان فقالہ فقالہ سُبحانہُ فی تقریٖر الوحدانیت بَس اللہ سُبحانہُ تعالیٰ چھُ کَران
تكرير الوحدانية هي وحدانية تقبلني يعني منفرد آس نقطة آخ آس نكس بار سندر الله تعالى بيان شكرا يعني إثبات البيان سندر وحدة ووجوب إخلاص الدين له بيت بار سندر إبات جمسلية وكتر خالص كارنا هذا بار سندر الله سبحانه وتعالى كربان وإلهكم إله واحد بشكتهم معبود أكوي معبود وإلهكم إله واحد واحد أخلاف ذا شمانا إيش نتكر عمود أزوج؟ إيهن فاتر لا إله إلا هو نمس الله تبس بقدر شمكهن حقيقي معبود قو هم سيكنا إثبات كارنا إن بطر الله تلك ربان الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحمن الرحيم كيف وقال تعالى في إبتال أقاعد المشركين لو أتعك أدبارو تقرير توهير صندوق دين إبتال أقاعد المشركة نحلس أكيد زرب تراؤن خطر برباد کرن خطر بطل کرا دين خطر الله تعالى كرابا وقال الله الله تعالى كرابا لا تتخذوا إلى حين ألا إلى حين اثنين إنما هو إله واحد مبنى يمتو ينوكر وقتو يخلع زمعبود ساسا شو بس أخ معبود واحد فإيا يأفرعبون تخطو تكون شو سلام إذا إجوا قال تعالى درش كرابان أأرباب متفرقون خير أم السلطيوس قصنا هيك أأرباب متفرقون كي مختلف مختلف رب يمشبهتر أم الله الواحد القهار كن سوء أخ الله الواحد القهار سوء أخ المعبود إيش يمان خلني بارك من يمان قال أحتم درش يي بول بار أسي إن أي شيء اسمان هو صفر إثبات صفات الكمال الله تعالى سبحانه وتعالى بيش سو واحد تمسن خطر محبة بإبادة تمام شيء اللي عنده فالواجب على الإبادة توحيده عقدا بس واجب شو بندم بعدهم تم كارم تمس مان كوليزون كاتندر منفرد كارم كاتندر أكيد كبارندر كاولا كاولا سندر وعملا عملي أندر فأي بأي يعترفوا كم اعتبار كي يمسلم كم اعتراف يكين تباس بكماله المطلق كسو كامل مطلقا كامل وتفرده بالوحدانية بيشسك منفرد بانس كون آسناس اندرتي وأن يفردوه بكارن يمتمس كوني بأنواع العبادة عبادتك تمام اسما اندر وحده لا شريك له تمس اسنا كهد الشريك شيء يوهي قال توحيد كي اقو الإفراد إفراد الله تعالى إفراد الله تعالى ما ترك الركن لو في كل شيء ده عندك أسماء عندك صفات عندك ذات عندك بيتك إن كات عندك يعني إبادة عندك سواء وان كي الله تعالى شو صفات عندك إن شريك كله تتكلم إن تكلم على ذات عندك كان شريك تكلم على ذات سيوش كا مثال هذا كأنه الله تعالى صفات عندك تيس مثال تشونه